أمير ديزاد بدأ الموضوع بدبي لكنه لم ينتهي، بعده سميشو، بعده أوبرا، بعده غيره من اللي بدأوا يناقشوا قضية الفساد الأخلاقي في المجتمع الجزائري، والذي أدى إلى مش بس فساد أخلاقي في ممارسة المعرفش إيه اللي زود حالات انتشار السيدة وغيره من بلاوي، وأصبحت سمعة عالمية ليهم، بل إنه بدأوا يصوروا في الداخل القصة زايدة وعاملة زي حوانة زي العطار في كل ضرب وكل حومة 20 برديل. بدأوا يواجهوا الظاهرة ويرفضوها ويقول لك ده مرخصة يا ودي، ده الكل عارفها، ما بقوا وتحمل أسماء كثيرة، بل أنهم بدأوا ينشروها من كل مكان، بل أن راقي ومراقي ومراد اسمه مراد عكاز ولا اسمه إيه الراقي، وحاجة حاجة، ودلوقتي بيتسابقوا الصفحات في الجزائر، ما تلقى صفحة بتتابعها في الجزائر إلا ما فيها خيرات من السيكيميكي. وده يبين لك إنه ليه مسكين الجزائري لا يرى العالم إلا على صورة برديل كبير. كان يوسف وهبي الله يرحمه، ممثل مصري قديم شهير، يوسف بيك وهبي، كان يقول لك وما الدنيا إلا مسرح كبير. الدنيا بالنسبة له مسرح كبير، بالنسبة للجزائري وما الدنيا إلا برديل كبير، العالم بالنسبة له برديل، عقله دايما مسكين في النص اللي تحت، عقله دائما في السكيميكي، يرى الآخر على طول أختك أمك، يرى هو منظوره للحياة لا يعرف مسكين ولم ينفطم في الحياة، زي ما نشرنا قبل كده فيديو لمدرسة في مدرسة بتسأل الأطفال نفسكوا تبقوا إيه، ما فيديو شهير وكنت نشرته أنا عندي، شوف الأول الفيديو الأول ده واستنى أحكي لك الحكاية. أي أدور بوردين بشارة سكيمي سكيمي صحيح؟ سكيمي أرب مين ماشي ماشي هذا هو المركز تاعك سموه الضرمة يحمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. نكتفي بهذا الجزء من الفيديو لأن الباقي مهزأة ومسخرة. شفت البرديل، تدخل تلاقي بيوتها جنب بعض، كل واحدة قاعدة في البيت بتاعها واجدة، بكام بقد كده، لا مش يروح للي بعدها، أنت بكام بقد كده، وهكذا. ده مرخص مرخص، ويجي يقول لك يا بلد المعرفش ايه يا اللي عندكم يا رقصات يا معرفش. قال له امال انت ايه يا جدك، الله يا جدك، الله يا جدك. بقت قصة مش بس هنا، مش بس دول، يعني في قصص كتيرة وفي كل مكان تلقى الخير من ايام ام حسن. شوف طيب امير ديزاد كمان قال ايه. هذا الدخلة تاعها دخلة باينه، اكيد شوف الدخلة هذه تعرفها تاع اللمبة الحمراء، هذه الدخلة تاع اللمبة الحمراء، هذا هو مركز انيطا. هيا قطعوا روحكم يا عبلة ولا هبلوا ولا ربي يسهل عليكم، قولوا روحكم بعد قعدوا كيفاش داروا، والاعراض ولا تتكلم على الاعراض. وادي برديل أنيطة اللي بيلم المسؤولين الكبار، برديل كمان هو ومعروف وصور، هو يقول لك اهو يلا قاعدين تتكلموا عن الاعراض. اعراض ايه يا ابو اعراض، انت اخر واحد في الدنيا يتكلم عن الاعراض هو الجزائر، اخر واحد في الدنيا يتكلم عن الاحترام، عن العفة، عن الادب، عن الاخلاق، عن المبادئ، عن الصدق، عن الرجولة، عن المروءة، عن الشيء، أقسم بالله آخر واحد يتكلم في الدنيا باللي احنا شايفينه ده، كلهم أرايل، كلهم ده في التلفزيونات يا ودي. خدم لي يابسة بس أنا ينفع من دير حطبة هنا يا وندير عليها بوندا ولا تسابليمو. لا لا عبد كيكون قاعد معايا في كباري نعرف باللي عنده دراهم نخليه يخرج ويبسو، نحكموها كان يبسو ولا ما يسألوا والو، وش يسألوا نقريسي نديروا دراهم ويروح يربح المالطين. من ده كتير يا جدك، من ده كتير. هتقول لي ده وليد ايه، ما تيجي نفكر في هذا المجتمع، منين جاهم ده، كيف اصبحوا هكذا، هم طول عمرك يا هدى وانت كده اهو.
Justement, ce qui est intéressant, c'est cette fascination en même temps pour le corps des Algériennes, parce que Constantine, donc c'est la ville sur laquelle tu as travaillé pour ta recherche, est un lieu touristique, un lieu de tourisme sexuel même. Dans la réalité, c'était souvent bien plus compliqué, et comme tu le désignes, il y avait effectivement une demande de la part de touristes qui venaient, voilà, pour des raisons pour vraiment voilà, de distraction, cours à leur désir sexuel et leur fantasme. السياحة الجنسية جدك ده ميراث. ده من أيام أم حسن. ميراث. أهي سياحة بيع الأجساد عند الجدات ورثوا الأحفاد. مش بس كده، حتى لما يبقى عنده دين يبقى دين سيكيميكي، حتى الدين سيكيميكي، وشفته في مساجد وريتكم، وشفته تحرشات في المساجد، واتجوزوا نانو لانو وحاجة، وشوف عكاز بقى مراد عكاز وعامل حالة في المجتمع بالسيكيميكي. مراد ابو عكاز يمارس في الرقية الغير شرعية، يلعب بالزنا والعادة السرية. الله ما تحشم على عرضك عطونا ربك شكرا. الجزائر كاملة لا حديث لها إلا أبو لحية مراد أبو عكاز اللي كان عايز يرقي الفريق، فاكرينه الرقي الأول في الجزائر. الجزائر كاملة ما لا حديث لها الآن إلا فضيحة جديدة، وكل يوم عندهم فضيحة. مراد أبو عكاز الراقي أبو لحية اللي راح لوردة تعمل له إشارة وفضحته. واهو وردك تليفون راح تقوم بخطي هذا الشيء. شروة؟ شروة ما تقوم بخطي هذا الشيء. وين تليفون الزوج شدارك؟ ذاك الزوج عطيها هذا الشيء. بيرقيها على الهوا ورحمة أمك. هاتي التليفون كده وهاتي التليفون كده. يا اسمع للغدار انت اللي بياب. مو لحية نانو ولا سيكيميكي، والفقيه نانو ولا سيكيميكي، وكله كده يا ودي. عشان كده هو مسكين يولد الجزائري بهذا المحيط اللي انا وريتك جزء منه، يولد مسكين عقله في هذه المنطقة وفي هذا الشيء وفي هذا العبس وفي هذا اللي هو الشيء اللي موجود في كل الدنيا، ومهنة قديمة قدم الإنسان لكنه هو مسكين لأنها تحاصره، ولأن المسألة مرضية عنده، فدائما تلقاها هي حديثه وهي كلامه وهي حياته وهي كل شيء، مسكين دايما غارق فيها، فلا حديث له إلا عنها، لا شيء في عقله إلا ده، لأنه ده محيط. ووريتك دلوقتي نص الشعب بيصور نص الشعب في الطوموبيلات، ده جاي ياخد واحدة واحد تاني قاعد يصور، وصفحته قائمة على هذا الشيء. دلوقتي بقوا كلهم صفحاتهم قائمة على فتح بعضهم بعض، أوبرا وغيره، ومش عارف دنيا صطفية، ومش عارف مين ومين ومين، وروبيكا ودي، يوميا منين ما تتفرج في الجزائر كاملة بقت دلوقتي ده، حتى بيتكسبوا من فتح أعراض بعض، يعني الصفحات رائجة بفتح أعراض بعض. وادي مازال لسه أمير جزاب بيورينا، وده يورينا وده يورينا، ويدخلوا البوردلات ويصوروا حاجة آخر حلاوة، وعلى عينك يا تاجر وبالعلالي، وتحت سلطة وترخيص الدولة. حتى الراقي أبو لحية اللي بيقرأ كلام الله المفروض، يعني زي ما انت شفت كده، كله كده ويجي يطرطش علينا. لذلك اصبح العالم الان يهاجمهم بما فيهم، واصبح يكشفهم ويفضحهم لكي يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. لذلك لا تخرج قبل ان تقول السفخص على دي بشر وعلى ده مجتمع. دي الحكاية. شوفكم على خير.